ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Armin? This is teacher Abdelaziz Zakaria from E-Alim, and this is inshallah your course plan for this month. In this plan, inshallah, you are gonna memorize from Surah An-Nazi'at up to Surah Al-Qiyamah, inshallah, in this course. So I'm gonna recite some ayat from Surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqasimu biyawmi al-qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. That's all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.